الآن نتابع الآن على الشاشة هذه اللقطات الحصرية والخاصة بإكسترا نيوز، وهي عن وصول أول دفعة من مزاويي الجنسية إلى معبر رفح. هذه هي اللقطات، هي لقطات حصرية خاصة بإكسترا نيوز، وهي على الشاشة معنا الآن، عذرا على المقطع بالتأكيد دكتور أشرف، لكن وجب التنويه. إليك الكلمة. طبعا الدبلوماسية المصرية تحركت بعدما أصبح حدود الدفاع عن النفس، كما يعني مسكت إسرائيل بداية الخط، وأن الأمر ليس استهداف يعني حماس، أصبح حماس تحت الأرض، الاستهداف أصبح للمهدجين الأبرياء، وكأنها آلة قتل تقتل في كل مكان. هذا أمر يتجاوز مفهوم الدفاع عن النفس، وهذا ما أوضحته القاهرة بشكل كبير إلى الأوروبيين وإلى الأمريكيين. بدأ يتحرك الشارع الغربي والشارع الأمريكي، حتى في لقاء أنتوني بلينكن في الكونغرس وزير الدفاع الأمريكي، الأمريكيين أنفسهم انتقدوا تقديم دعم لإسرائيل لمزيد من قتل الأبرياء والأطفال في غزة. قمة القاهرة للسلام كانت تؤكد في لقاء الرئيس السيسي مع ماكرون، في لقاء الرئيس السيسي مع شولتز في ألمانيا، في زيارة أنتوني بلينكن، يجب أن نميز بين ما هو مدني وبين ما هو عسكري، ويجب أن نفهم جيدا أن التعامل مع القطاع، تتعامل مع 2,300,000 فلسطيني محصورين في القطاع، أنه هو سجن مفتوح ولكن بسجن. أنا أفتكر أن يعني رد الفعل الإسرائيلي تجاوز كل الحدود التي أصبح العالم ينصت إلى مصر، إلى الرئيس السيسي. ما هو الحل لهذه الأزمة التي أصبحت واقفة وليس هناك تحرك؟ ولكن القاهرة كانت تدرك تماما أن هناك تحرك يجب أن يبدأ، والبدء بدأ بقمة القاهرة للسلام التي أوضحت بدء للتمييز واتخاذ قرارات مهمة للجوانب الإنسانية. أنا أفتكر أن اتصال جو بايدن الرئيس الأمريكي مع الرئيس السيسي كانت نقطة تحول مهمة للتأكيد على ما طلبته مصر، عدم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. الفلسطينيين مقيمين على أرضهم، لهم قضية يجب أن تحل بالدولتين، ومصر لن تدخر جهدا في أن تستقبل كل المساعدات من الأشقاء العرب، من غير العرب في مطار العريش، وأصبحت خلية أزمة موجودة الآن في شمال سيناء وبالقرب من قطاع غزة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل الدعم الإنساني والصحي والدبلوماسي ومساعدة كل المدنيين، لإعطاء أن مصر تاريخيا لا يمكن أن تقصر بدورها، وأن عروبة الرئيس لا يمكن أن تتخلخل دقيقة واحدة لدعم كل شعب عربي، فما بالك إذا كان هو شعب مكلوم كشعب الفلسطيني وأهل غزة المحاصرين منذ زمن بعيد، وقضيتهم منذ 48 وهي لم تحل إلى الآن بمزيد من القهر والضغط. أنا أفتكر صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يسمع جيدا ما تقوله مصر، ما يقوله الرئيس السيسي، وبدأ يفهم أن التحرك الإنساني حماية للأبرياء. وأيضا وبالتأكيد أيضا دكتور أشرف لابد من التنويه بأن هذه الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية قد عبرت معبر رفح بعد أن عبر عدد ليس بالقليل من الشاحنات التي هي شاحنات مساعدات. تأكيد، لأن كانت الرؤية تسير في خط مساعدة مزدوج الجنسية للخروج دون تقديم دعم لأهل القطاع الموجودين الآن. رؤية مصر بأن فتح المعبر يجب أن يكون فتحا إنسانيا على كافة الجهات لمساعدة مزدوج الجنسية ومساعدة الفلسطينيين المحصورين في هذا القطاع. أنا أفتكر أن الرؤية المصرية كانت رؤية دقيقة بتعبر عن رؤية إنسانية لمساعدة الناس بغض النظر عن لونهم ودينهم وجنسيتهم. هذا أمر إنساني عظيم من الدولة المصرية، ولولا هذا الضغط كان وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن من زيادة عدد الشاحنات. يعني الرئيس جو بايدن، الإدارة الأمريكية، الديمقراطيين في حزبه تبنوا ما تحدث فيه الرئيس في قمة القاهرة للسلام، بأن زيادة المساعدات ونقل الشاحنات وزيادة العدد إلى أقصى عدد ممكن. أنا أفتكر أن تسلسل الأحداث بيؤكد أن القاهرة استطاعت، الرئيس السيسي استطاع
أن يغير هذا الرأي العام الذي بدأ في 7 أكتوبر وكان لا ينصت أحد وقتها ومعطي إسرائيل كل الحق، ولكن استطاع الرئيس السيسي يميز ما بين هو عسكري وبين ما هو إنساني، ما بين ما هم أبرياء يخصفون كل يوم ويقتلون، وضرورة تقديم المساعدات وإدخال الشاحنات. وهناك يعني شكر من الإدارة الأمريكية الآن من جو بايدن الذي يقبع على رئيسها على رأسها بشكر الرئيس السيسي على تسهيل دخول المساعدات، بل وهناك إلزام. هيئة التحرير في الواشنطن بوست أمس، هيئة التحرير في نيويورك تايمز تبنت ما تبناه الرئيس السيسي منذ بدء الأزمة، والآن يتحدثون بضغط على الإدارة بأن ليس هناك دعما لإسرائيل عسكريا، ولكن يجب أن يكون هناك دعما إنسانيا، وأن يعولوا على الرئيس السيسي وعلى جمهورية مصر العربية التي تقدم كل غالي ونفيس لهذه الأرض ولهذه القضية منذ 48 إلى الآن، ولم تقصر مصر دقيقة واحدة، ولكن تتصل بالأمريكيين كي يتصلوا بالإسرائيليين كي يكون هناك أمان لنقل الجرحى الفلسطينيين.